أبدأ معك كابتن خالد، يعني 90 دقيقة ما بين الشوط الأول والثاني قدر الاتحاد أنه يحافظ على توازنه في هذه المباراة، سجل هدف وحافظ على مرموه حتى نهاية الشوط الثاني وصافرة النهاية. نقدر نقول أن الاتحاد اليوم قدر يتجاوز الظروف والعثرات الماضية؟ أول شيء خلينا نشيد بنادي الاتحاد من بداية الموسم. بداية الموسم نادي الاتحاد كان مر بضائق مادية، رحيل الرئيس الله يغفر له أحمد مسعود، كل هذه الأشياء مؤثرة على أي فريق كان. أنا أعتقد لو نادي غير الاتحاد ممكن هبط درجة أولى، يعني الضوائق المادية، رحيل الرئيس، تأخر الرواتب، المشاكل اللي صادفت من الإصابات للاعبين، كل هذه الأشياء تأثر على أي فريق. قدر الاتحاد أنه يلملم هذه الأشياء وخلاها في صالحه، خلاها تدفعه أنه يقدم مستويات على كافة البطولات، سواء كانت بطولة الدوري أو بطولة كأس ولي العهد أو كأس الملك. الحقيقة الاتحاد اليوم برهن لنا أنه فريق بطل. كل ما هدى نادي الاتحاد وحس أنه لازم يحقق الانتصار، أنا أعتقد أنه ما راح يكون صعب عليه. المباراة صراحة اليوم فاجأتنا، احنا توقعنا انه راح يكون حذر بين الفريقين، لكنه كانت المباراة مفتوحة، في إضاعة فرص بالنسبة للفريقين. توفق الاتحاد دقيقة 15 احراز هدف عن طريق احمد كهربا. انا اعتقد انه اليوم الفريقين قدموا مباراة ممتازة، ممتعة للفريقين، ممتعة اسف للجمهور، لكن فيها بعض الاخطاء بالنسبة للاعبين راح نتكلم فيها اذا تبغون لاحقا بشكل مفصل.